السلام على موسى كليم الله، السلام على عيسى روح الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين، السلام عليك يا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب ووصي رسول الله، السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكما يا سبتين نبي الرحمة وسيد شباب أهل الجنة، السلام عليك يا علي ابن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين، السلام عليك يا محمد ابن علي باكر العلم بعد النبي، السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق البارئ الامين، السلام عليك يا موسى ابن جعفر الطاهر الطهور، السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد ابن علي التقي، السلام عليك يا علي ابن محمد النقي الناصر، السلام عليك يا حسن ابن علي، السلام على الوسيع من بعده، اللهم صل على نورك وسراجك ووليك ووصيك وحجتك على خلقك، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت حسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا أمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى ابن جعفر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأورددنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي ابن ابي طالب صلوات الله عليكم، اسال الله ان يرينا فيكم السرور والفرج وان يجمعنا ويعلاكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، وألا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير،
فتقربوا إلى الله وبحبكم والبراءة من أعدائكم وبتسليم إلى الله راضيا به غير منكرين ولا مستكبرين وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض إن تلوب بذلك وجهك يا سيدي اللهم ورضاك والدار الآخرة يا فاطمة أشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شانا من الشان اللهم إني أسألك أن تختم بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين.